السلام عليكم زملائنا الأعزاء، معكم الأستاذ المساعد الدكتور فايز يعقوب الحمداني، معاون عميد كلية طب الأسنان جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية، رئيس الفرع العراقي في الجمعية العالمية لبحوث طب الأسنان، وعضو الجمعية الأمريكية لتطوير العلوم. سأحاول خلال مجموعة من الفيديوهات المبسطة والمختصرة أن أقدم نبذة تعريفية عن الـ qualitative research للباحثين في المجال الطبي وخصوصا في مجال طب الأسنان. ارتئيت أن أترجم كلمة qualitative research للبحوث التأويلية، والغرض الترجمة وغرض هذه المحاضرات هو أن أقدم هذا النوع من البحوث إلى الناطقين باللغة العربية، لأنه بالرغم من كون هذا النوع من البحوث أخذ مجاله في البحوث الطبية وبحوث التعليم الطبي، إلا أنه يعني في العالم كله، إلا أنه في المنطقة العربية ما زال يخطو خطوات خجولة، وهنالك نوع من التردد في التعرف على هذا النوع من البحوث. فارتئيت أن أقدم هذه السلسلة من الفيديوهات من أجل أن أعرف الباحثين وخصوصاً طلبة الدراسات العليا والأكاديميين بهذا المجال الغني بالبحوث، وأتمنى أن أكون موفق. ستتمحور هذه المحاضرات بإعطاء فكرة عن الخلفية الفلسفية للqualitative research أو البحوث التأويلية، وماذا نعني بالبحوث التأويلية، بالإضافة إلى مسائل نسميها technical matters، المسائل اللي تتعلق بكيفية جمع العينة وكيفية الحصول على البيانات وبالأخير كيفية تحليل هذه البيانات. الأسلوب اللي حتبعه في هذه المحاضرات هو أسلوب اللوحات الفنية. أعتقد أنه استختيار مجموعة من اللوحات الفنية للتعبير عن بعض مواصفات qualitative research وبعض مدارسها كما أتصور هو طريقة أيضا جذابة للمتلقي، وفي نفس الوقت تستطيع أن تقرب الكثير من هذه التفاصيل اللي الباحث بحاجة إلى معرفتها من خلال عناصر اللوحة الفنية نفسها. اللوحة الأولى اللي أمامنا هي لوحة مادونا and the child، لوحة السيدة العذراء والسيد المسيح عليهم السلام للفنان رافائيل. كل ما موجود من عناصر في هذه اللوحة، الإيماءات اللي هي الشخوص، الألوان اللي تم اختيارها، السلاسل ضربة الفرشات للفنان رافائيل، الخلفية وطبيعة الألوان، يمنح نوع من الدفء والسكينة والبراءة. وهذا مو غريب على الفنان رافائيل، لأنه كفنان هو معروف بشخصيته الطيبة والودودة والاجتماعية، فهذا عكسه طبعا مو فقط في هذه اللوحة وإنما في جميع لوحاته. فهنا توظيف لعناصر اللوحة لإعطاء هذا المناخ من السكينة والبراءة والهدوء، من أجل أن يصورنا أو يقربنا من جو القدسية اللي يحيط الشخوص الموجودين في هذه اللوحة. طبعا هذا الموضوع هو موضوع شائع باللوحات الفنية، خصوصا في لوحات عصر النهضة، قبل عصر النهضة وما بعد عصر النهضة. وهذا نموذج آخر للفنان تينتوريتو، اللي هو أحد رسامين ما يسمى بالأسلوب المتكلف في الرسم، أيضا موضوع السيدة العذراء والسيد المسيح عليهم السلام. اسم هذه اللوحة هي مادونا برقبة طويلة، مادونا with the long neck. ما يميز هذه اللوحة ببساطة هو، لو تلاحظون حضراتكم، جسد السيد المسيح، وهو جسد مبالغ في طوله وحجمه بالنسبة لطفل حديث الولادة، كذلك الجسد الضخم
للسيدة العذراء وكذلك السادة الملائكة المحيطة بينهم مقارنة بالجسد الموجود بالخلفية. وهذا بيها في الإيحاء أنه هؤلاء الأشخاص هم أكبر من الحياة. وهنالك ما يعزز هذا الإحساس هو الرقبة الطويلة للسيدة العذراء، وهو بما يوحي بالعزة والفخار والكبرياء. فإذا كل عناصر هذه اللوحة يجسد كيف أن هؤلاء الأشخاص هم أكبر من الحياة. فهذا توظيف آخر لنفس الموضوع. الآن إحنا نتعامل مع أسلوب فني آخر اللي هو الأسلوب الواقعي. هذه لوحة The Gleaners أو منظفو حقول الحصاد، وهم عبارة عن الفلاحين الذين يقومون بجمع ما تبقى من البذور بعد انتهاء عملية الحصاد، لفنان واقعي فرنسي. هنا تلاحظون الفرق بين اللوحتين السابقتين وهذه اللوحة. في هذه اللوحة الفنان ليس لديه مشاعر معينة يحاول أن يظهرها، ولا يريد أن يثير في المتلقي مشاعر معينة، إنما هو يريد أن ينقل الواقع كما هو بدون انحياز وبشكل محايد. وطبعا هذا هو أساس الأسلوب اللي نتبعه في بحوثنا الطبية. نحن في بحوثنا الطبية التي نقوم بإجراءها نكون محايدين، نتعامل بأسلوب موضوعي مع المعطيات طول فترة إجراء البحث، طول فترة جمع العينة، طول فترة تحليل البيانات، وكذلك أثناء ما نقوم بتقديم البيانات والاستنتاجات الخاصة في أي بحث نقوم به. هذا الأسلوب الفني هو جدا قريب إن مثل ما أشرت. ليش؟ لأنه يعكس الموضوعية، الموضوعية في التعامل مع المعطيات العلمية أو المعطيات الخارجية إن صح التعبير، أن نكون موضوعيين. طبعا هذا المنظور الفلسفي أن نكون موضوعيين يسمى فيما يعني يصطلح عليه بنظرية المعرفة أو الأبستيمولوجي بالبوزيتيفيزم. البوزيتيفيزم هو ما يمكن أن نعرفه هو المنظور الفلسفي المعرفي الذي لا يتعامل مع الحقيقة ما لم تكن شيئا ملموسا فيزيائيا، ويمكن التعبير عنه بمعادلة رياضية، أي أنه كل ما موجود بالخارج، خارج وجودنا البشري أو خارج وجودك أنت كإنسان، كل ما يحيطنا من ظواهر لا يمكن أن نعتبره موجود أو نتعامل معه تعامل علمي ما لم نتمكن من وصفه فيزيائيا، أو نتعامل معه من خلال معطيات رياضية. الماء على سبيل المثال، الماء هو عبارة عن حقيقة لأنه سائل عديم اللون والطعم والرائحة، يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. نحن نتعامل مع الماء باعتباره مفردة أو باعتباره وجودا ماديا نتمكن من وصفه فيزيائيا، وكذلك من تحديد مفرداته. وإذا استطعنا أيضا، وهذا فيما يتعلق بظواهر أخرى، إذا استطعنا أن نعبر عنه بمعادلة رياضية، فإذا نحن نتعامل مع حقيقة علمية ما نستطيع أن نشكك بها. لكن هذا المنظور طبعا هذا اللي يتبناه علماء الفيزياء والرياضيات. علماء الفيزياء والرياضيات كل ما هو خارج هذه التوصيفات ما يعتبروا موجود أو ما يهتمون به أو ما معنيين بالإجابة عن وجوده. عندما تسأل عالم رياضيات هل الله موجود أو لا، أو عالم فيزياء هل الله موجود أو لا، ولك ما دام أنا ما أقدر أقيسه فيزيائيا أو أعبر عنه رياضيا فأنا ما أقدر أجاوبك عن هذا السؤال. بعضهم قد يقول لك أنه مو موجود، وبعضهم يقول لك أنا ما أقدر أجاوبك على السؤال. ليش؟
لأنه هم يتحددون بهذه المعطيات. لكن هنالك عبارة مهمة للعالم الفيزيائي المعروف ألبرت أينشتاين، يقول not everything count is countable and not everything countable count، بمعنى أنه ليس كل شيء نستطيع حسابه له قيمة حقيقية أو معنى إنساني حقيقي، ولا كل شيء لا نستطيع قياسه هو أنه أنا مهم له. وهو بهذه الحالة يعني يتحدث عن الجانب الإنساني فينا كعلماء أو باحثين أو طلبة علم. وبالمناسبة هو كان عازف كمان متمكن، وكان يلجأ إلى عزف في آلة العزف على آلة الكمان عندما يواجه بعض الصعوبات في التعامل مع بعض المعادلات الرياضية. الآن سأحاول ببساطة أن أوضح هذين الموقفين الفلسفيين ضمن منظور نظرية المعرفة أو الأبستمولوجي. وهذين المنظورين الفلسفيين هما البوزيتيفيزم والبوست بوزيتيفيزم، الذي يمكن أنه يواجه الواقعية والواقعية النقدية. ماذا نعني بالبوزيتيفيزم؟ مثل ما شرحت لكم سابقا، البوزيتيفيزم هو منظور معرفي، it is epistemological stance، موقف معرفي يتعامل مع الحقيقة من خلال معطياتها الفيزيائية والرياضية. احنا في مجال الطب صحيح نعتمد على الإحصائيات، صحيح نعتمد على المعطيات الرياضية كالمعدل وكالستاندرد ديفيشن والبي فاليو، لكن لا نستطيع أن نقول أنه إحنا نتبنى هذا المنظور 100%. والسبب لأننا نتعامل مع البيولوجيكال سيستمز، والبيولوجيكال سيستمز طبيعتها معقدة، أحياناً ما نستطيع أنه نعطي حقيقتها الكاملة أو المطلقة باستخدام الأسلوب الإحصائي. لذلك إحنا في بحوثنا الطبية نستخدم البي فاليو. البي فاليو ببساطة هي فرصة أن تكون النتائج التي حصلت عليها قد جاء عن طريق الخطأ أو عن طريق الصدفة. لذلك كلما كانت البي فاليو أقل، كل ما كان هذا يعطي قوة أكثر للنتيجة اللي أنت حصلت عليها. وجود البي فاليو دليل على أنه لا يوجد هنالك شيء مطلق 100%، لابد أن يكون هنالك نسبة ولو ضئيلة جدا 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 من الخطأ. وبهذه الطريقة إذا إحنا نعترف أنه الأرقام أو الرياضيات لا يمكن أن تعطينا الصورة المطلقة للحقيقة. هذا الموقف الفلسفي يسمى بالبوست بوزيتيفيزم. إذا إحنا في المجال الطبي كوننا نتعامل مع كومبلكس سيستم اللي هو البيولوجيكال سيستم، ولكون أنه المعطيات الرياضية غير قادرة على أنه تنطيني الحقيقة كاملة ومطلقة، فموقفنا الفلسفي من ضمن نظرية المعرفة هو البوست بوزيتيفيزم. ويمكن حضراتكم تعرفون أنه في أكثر الحقائق الطبية قوة ما نستطيع أن نقول أنه هاي حقيقة مطلقة، نلجأ إلى عبارة almost always في الأغلب الأعم. ليش؟ لأن ما أقدر أقول 100% أو 100% أنه هي هاي الحقيقة بسبب الـ complexity of biological system. هذه لوحة للفنان كاندينسكي اللي هو رائد الفن التجريدي. ده تلاحظون حضراتكم الفرق الواضح ما بين هذه اللوحة واللوحات اللي سبقت. كلنا ده ننظر إلى نفس التفاصيل، نفس الألوان، نفس التكوين، نفس الخطوط، لكنه كل واحد من عندنا عنده إحساس خاص اتجاه هاي اللوحة، ممكن حتى تفسير مختلف تماماً عن هذه اللوحة.
ممكن واحد من عندنا ينظر لها على أن هي فكرة صراع. البعض قد ينظر لها على أنه عبارة عن مدينة ألعاب. أحد المشاهدين أو المتأملين اللوحة يمكن أنه يفسر على أنه حلم. ممكن حتى الفنان نفسه لما تسأله تقول له شنو كان تصورك، أنا ما أعرف من رسمت هذه اللوحة كان عندي إحساس غامض وحبيت أنقله على اللوحة أو على القماشة بدون أنه أقيد بأفكار معينة. هذا ما إحنا نسميه بالفن التجريدي. الفن هنا الفنان جرد الأشياء من شكلها الظاهري اللي يدلل عليها ودخل إلى جوهرها كما يراه هو، كما يحسه، يعني يشعر به هو، وترك الحرية للمتلقي في أنه يعني يؤول ما يشاء كما يريد. ولأنه ترك الحرية للتأويل وفي التأويل، فبالتالي احنا نتعامل مع منطقة مشابهة للبحوث الطبية اللي احنا نسميها بالكواليتاتيف ريسيرش، البحوث التأويلية. بمعنى آخر أن البحوث التأويلية هي لا تتعامل مع الحقيقة العلمية كما تتعامل البحوث الطبية اللي احنا اعتادينا عليها. البحوث الطبية تتعامل مع المعطيات من خلال الإحصائيات والرياضيات. صحيح هي تؤمن أن هذه لا تستطيع أن تعطينا الحقيقة كاملة، لكنها تعتمد عليها. لكن هذا الموقف تماما مختلف. هنا الباحث يعتمد على تماما في التعامل مع الحقيقة على أنه هي مسألة تأويل، وجهة نظر، قناعة شخصية، تجربة شخصية، معنى شخصي يعطيه الشخص للتجربة اللي هو يعيشها. دائما البحوث qualitative research أو البحوث التأويلية تتعامل مع إحساس المريض أو إحساس الشخص اللي إحنا ندرس الظاهرة المتعلقة به تجاه هذه الظاهرة، تجاه هذه الظاهرة. الشخص وهو يعيش التجربة لا يكون معنيا بالأرقام والمعطيات الإحصائية والقياسات التي قد نعطيها له ونحن نصف حالته المرضية، كما موجود في هذا الرسم السكتش أو الكوميك، أنه this indicator measures، هذا يقيس. هو يتحدث في وادي لكنه الموجودين وهم أشخاص. Let me tell you my story. I've got a story too. Listen to my experience. أوكي، أنت تتحدث عن أرقام وعن معطيات وعن ظواهر فيزيائية، لكن أنا تجربتي اتجاه ما أنت تقوم بقياسه هي شيء آخر تماما. فإذا نحن قاعد نتعامل مع وجهين مختلفين للتجربة الإنسانية والتجربة المرضية. فيما يتعلق بتأريخ هذا الموقف الفلسفي تجاه المعرفة، أنه المعرفة هي ما نتصوره وما نراه وما نقتنع به، يعود قديم في تاريخ الفلسفة إلى الفلسفة الستويسيزم، وهذه عبارة معروفة للفيلسوف والإمبراطور الروماني كارلوس أوريليوس. Life is but what you deem it. Life is opinion. الحياة عبارة عن وجهة نظر. في الرسم اللي على جهة اليسار نستطيع أن نلخص ماذا نعني بالريسيرش فلسفي. الريسيرش فلسفي بها طرفين. الطرف الأول البوزيتيفيزم الذي لا ينظر إلى المعرفة إلا من خلال المعطيات الفيزيائية والأرقام والإحصائيات، وهو على الطرف اليسار. وعلى الطرف اليمين التأويلية، أي أنه المعرفة هي ليست عبارة عن معطيات رياضية أو فيزيائية، وإنما هي كيف نرى وكيف نتصور وكيف نقتنع وكيف نفهم الظاهرة التي نعيشها. موقف البحوث الطبية
التي اعتدنا التعامل معها والتي نجريها في معظم الأحيان هو post-positivism. هذا قريب إلى الموقف الفلسفي اللي على الطرف البوزيتيفيزم. لذلك الكثير من الباحثين، الكثير من الأكاديميين، الكثير من طلبة الدراسات العليا عندما تقول أنه فلسفتنا البحثية هي مبنية على تصور ورؤية وقناعة شخصية، رأساً يتهم هاي البحوث بأن هاي بحوث منحازة. هذه البحوث ليست بحوث موضوعية، هذه البحوث لا يمكن أن تعبر عن الحقيقة كما نريدها، وهذا مفهوم. ليش؟ لأنه نحن تعودنا أن ننطلق من فلسفة أن المعرفة هي ما يقاس وما يعبر عنه بصفات فيزيائية، ولم ننطلق من منظور فلسفي آخر هو أن المعرفة ما نتصوره وما نقتنع به. هنا أريد أوصل رسالة للباحثين أنه هذه ليست، هذا ليس معناه خروجاً عن المعرفة كما اعتدنا عليها، وإنما هي رؤية فلسفية ثانية للحقيقة نحتاجها عندما نريد أن نعرف وجهة نظر وقناعة وتصور وتجربة ومعنى التجربة الظاهرة لمجموعة من الأشخاص. إذن إلها هي حيزها، ولا يمكن أن نعرف هذا الشيء من خلال استخدام البحوث ذات الطابع الرقمي أو الطابع الإحصائي. آخر سلايد في هذه المحاضرة سيكون حول ما نراه دائما في جوجل إيميجز، وعندما نضع عبارة quantitative versus qualitative research، البحوث الإحصائية مقابل البحوث التأويلية. ما يدور في عقل الباحث وهو يقوم بإجراء بحث تأويلي، وما يدور بعقل الباحث وهو يقوم ببحث إحصائي. في البحث الإحصائي الجوهر يقوم على الأرقام، في حين الأساس في البحث التأويلي يقوم على الكلمات. نحن هنا في هذه المنطقة quantitative research نتحدث بموضوعية وبحيادية بعيدة عن التصورات الشخصية، في حين أن منطقتنا في البحوث التأويلية هي وجهات النظر والقناعة الشخصية. الاندكتيف والديدكتيف هذه مصطلحات ما أميل أنه أخوض بها، لأنه ذا الطابع فلسفي أكثر ما هي ذا الطابع تعريفي، وأحيانا مربك للقارئ أو المتابع. الغرض من البحوث الإحصائية أنه نوجد نتائج ممكن تطبيقها أو تعميمها. البحث التأويلي ليس معنيا بالتعميم، صحيح أنه معني بتجربة إنسانية، وهذه التجربة قد يعيشها مو بس الأشخاص اللي هم تحت منظور البحث، لكنه في نفس الوقت لا أستطيع أن أقول أنه هذه هي كما يمكن أن نقول أنه أنا ذات عامل ويعين بحثية تمثل البوبوليشن وتمثل مجموع الناس. لا، البحوث التأويلية لا تتعامل مع هذا المنظور بهذا الشكل. لهذا الحد أنتهي في محاضرتي التعريفية الأولى عن الـ qualitative research، وألتقيكم في المحاضرة الثانية. شكرا جزيلا.